بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأخوات، إلى إبن مادس كلا تبارك وتعالى إن وفتشي إنه فضي كل أن كان الرجيم إن شاء الله تعالى إن كفى إذا صندونه إلهي نعم كيسة من نعموي كيسة فرح بضن يعني التي ركوه الكريم بيكمت إن وحن هيسن وحي ابو قال السنا او الهي دينتي ساتبارك وتعالى وحل نوغا شيغو ولينا خصوصيو ولينا برو ولينا صحو ووحاليا قالو وكقالسن وحكستو ادونك بركيسيا كلمة دا وحيكو صابصان تهي سيد ولالك مقدم وشيغي أخلاق المرأة المسلمة هوين تا أما هوين إذا مسلمة دا دقن كير هي أخلاق دا هي آذاب تلوغة باهي بحكم أيتهاي مسلمة أيتها أخلاق ذو وكلمة سيدي أوتالو جمعة مفرد كذا نوحى إلى هذا وخلق خلق نوحى إلى هذا بينهان وسجية الإنسان وطبيعته حق اللغة الأساسية والشيخان وإنسان كدبعديس دبعد إنسان كأي خلق ليلة لنك شرعا مصطلحا سيد الله يقانه وحي علوه كشيغان سيد الإمام الجرجاني خلق وحل إلى ذابه يلي وعبارة عن هيئة للنفس الراسخة وقاب نفت آدمه أي لغه ووليبا كحل ديسان أو قده هذا كتير يصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر قاب كان نفت أي لغه نفت آدمه أي لغه يهي أدى أي كسف أي سنتهي أي أوحى كسف ليه فلك أما فللك حبنه السمين يا عرب وحكوها الله يحبنه وحي السمين يا أيا كسف لي أيضا وصروح كفكر كفير صنين كباران دقين أي ست القائعة أيا وحا وقسف لي فلك حبنه السمين يا أما هذا الك عرب وحكوها الله هي أداء الصفة مركن نفط قصي في سنتهاي
أفعاشا سكسو فوليا وحا كسو فوليا هدو وح في عام رمضان أخلاق وناكسن بالينا وحا كسو فوليا هدو وح من رمضان أخلاق حم بالينا ساسو كنت المامي سكال هدي لويدا وحا علماء كنت المامي أخلاق وصفات نفت آدمه إله سيدة تشيك وصفات أولي تشيك أبوركي سو صفات أولي ميدب أولي يا كوري وعدي هاي ومدوي هاي ومارين وعسي هاي قاب بغصة ميسي هاي إطال أولي وديري هاي وقامي هاي ونحنحات تشيك آدمه صفات أولي صفاتك هي تلمامها تشيك كلية وحاق قرب يا الله صفات هي تلمامه أي نفط لها عنصر كلي هذا النفط لأن هذا مو لبضع سوك كوبين وتشيك هي نفط تشيك كوجرت تشيك صفات كي سمرك ولا يقال لكن نفط الصفات كيضو وحالي هذا أخلاق بالي لها صفاتك أي كنت المامنتها ما دام يدي أن أركيني أي أمرك وحي كم مقرية شركة كم مقرية عربك إبا كترجمية حبني إبا كترجمية روحي إبا لغا أركيا مركا شركة كم مقضاء أي لوقك لبحي مد ونكسا وشرعي عقلي يكفي عن إي مدحن وشرعي عقلي يكفي لا وضع سي مركا أقيم سمي دونا ساس درادت بالاختصار وحلو تلمامي كرا أخلاق وصفات النفس نفط آدمها تلمامه هي الصفات كذا علماء القار كم إذا سيد ابن منظور وكلا وحولي هاي أخلاق ذو روح الإلالة دين تولي روح الدين تيس طبعك إيه سجية دولي طبع عديسة دولي حقيقة ذو روح الإلالة هاي وهي لصورة الإنسان الباطنة إنسان كأوحو ليه الله صور بوليه صور مبضع ومتك تشيركي سلاغ عكايا هي صور قرصون وصور كنفتي سلطة الله مركا صور كقرصون آدمها أي أخلاق لله ونفتا معناها كسي في الزنب مركا كوضع معنا معاني ده هي صفاتك قرصون أي لله ده أخلاق اللي هذا ومركا وحا كترجمية شركة موضع أي مركا كترجمية أخلاق ذو وحا يقيب سنتا قيبه مروحا يقيب سنتا بذحن يمد في عام مركا لنا وحا يقيب سنتا مد ألاك السيئة وأدوك أصن سبب كرهين يمد مكتسبة وأدونك وصببت هذا ليمت يعني السبب وحسبه نتيجة كبراتيوي شقاء وشقي دلاله بحي نتيجة كبراتيوي مدنا إلهي ما إسكسية بدون كسب منه لو هذا أنا مرقب يقيم سمي مرقب لنا ويقيم سمي وحيقيم سمي صفات oo ku saabsan adoonka iyo Alla dhexdiisa iyo akhlaaq ku saabsan adoomada dhexdooda adoomada iyo la mucaamalaadkooda marna Allah iyo qaabka loo mucaamalooda qaybta hore oo akhlaaqdu inay u qaybsanto mid fiican iyo mid xun waxa tilmaamaya xadiiska Nabiga sallallahu alayhi wasallam الإمام حاكم صار من حديث سهل بن سعد والنبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها إله وحو تعليه أخلاق ميد إذا صريس وحو نعليه ميد إذا صريس ليدة مركا ميد صريس في عد هي ميد ليدة صريس يحديث قيمي حديث كاسي وحديث صحيح وين شاهد بوليه من حديث حسن بن علي صلى الله عليه وسلم حكى ركوتوسي اني
خلاق الله وضع قيب وضع قيب شنطه حديثك أبو ثعلبة الخشني ووحو ليه هاي ونبي كورنا صلى الله عليه وسلم إنه رسول يري إن أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة مجالسا أحاسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة أسوأكم أخلاقا ضدك حاجة يلوك القعيد بنيه إن ضدك وش أرايب النبي صلى الله عليه وسلم آخرنا حاجة بوسك إيه مجلسك إيه دوان شهبا وأكو إذنكو أخلاق فيها ضدك أكتا إذا حاجة يلوك نعي بنيه إيه إذنكو نعبا مالين تآخرنا مجلس إيه بوس أهان إيه فوقان شهبا وقوة إذنكو أخلاق رحمه النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخلاق ونكسن وكي نيسا رسولك تعيب يأينا الدرجة ديسا أدك أقدوا تماني تقياما يا أخلاق حن يا دقن حن وكي نيا إنا تفوقاتو وأنقوة الروح أقفك منزلة النبي صلى الله عليه وسلم وأقدت لك سنان بدن لو قلنا عليها هدتك لو قلنا عليها هدتك حديث كواحة صوصة لأحمد الحباني وطوراني بيهق في شعب سونا وحدي صحيحة وحيث النابس حديث تأسي إني أخلاق الله وقيف سنتم مدفعا هي ملح وأوتك دونا مدفعا هي مدفعا محالوك لقرطة ميزانكم حوي لكن انت ان انت اوقدوين مركلا اين تلمانو اخلاق روح اوقيب سنتا من كسب اه يميد هباء سنن والله قيب يا حكا والنا من اله كسيء وروحي وابقو دلنا يا حكو دلنا يا قدي سنمو حكو دلنا يا ديق سنمو حكو دلنا يا حقاي حشود وحكو دلنا يا دور صونان وحكو دلنا يا الله إيمان يا بخون يعني أخلاق وانا أكسب بالله إيمان يا بخ تواس اسم الله أو أدونك كسبك ملئ مدنا وكسبوا أدونك مركو يمادو أو وينادو أيوه بالله يا إن أو دلال كبحيو سيدو أخلاق ذو وانا أكسب بالله دلال كبحيه ومركز الوصيلة لو أصيب مركز أيضا الله قيم كره كل إلهي بحيه لكن منا أدونك السبب كله منا السبب ملك معناها واحد المامية حديث أبي هريرة والنبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقع الشر يوقع نبي صلى الله عليه وسلم علمي هو برشا علمي هذا برشا وبرشا وددال يجهدي يرادين يرفع له بحيوه دلقات هذا مقشنا وتحلم تحلم روحي إنا سكو كلفت دلقات هو إنا تسكر رادس وتسكو كلفت وأديكو أور إبسانية هذا أنا أسأل شو إلى مركز دم أي دبعة كون نقطة دلقات ودبعة كون مركز تحلل بالمعنى وتكلف الحلم يعني دلقات كي يصبر كي أتكيسك إن أسكوك اللي فتو إلى مركز دم أدبرات والنبي صلى الله عليه وسلم روحي خير كود دالنا والله سين روحي شر كإسك إلى لينا والله إلى لي على قوة أدون كفعل كأوصمي دلال كأوصمي يمليه هذا كوصمي حدو خير ككود دلاله وشيت كيسي مرو وجود كي دلال كي لو بغناء بحيانا مليه هو كوصمي يوال سيني حديقو كل أشخشرك وإسك إلالي وكفو كادنا وإلقى إلالي طبعا حدو دباشنا ونوسي دين يوال أكاديس كوحا كم وقتا إنو يحي أخلاق مد لكسبه
لسكو كلفه أضانك وإصبره يعني وكل ليلة نفتي سه مركض منه وبرناه حديث كوا حصوص على ترابطني هي خطيبة حصوص وأنا حديث حسن شهيد بولي من حديث أبي الدرداء عند الخطيب وحي سلام عنها كو إيمانا يا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بولي هي ومن يستعفف يعفه الله ومن يتصبر يصبره الله روحي استورة وإسئلالية وإسكنالية وإسكوكلفة إلهي ما دوري روحي صبر إسكنالية وأتكيس إسكنالية وضلقات إسكنالية إلهي ما صبر كوافجني مركا سلو بوسينا يا صبرك إن المركو رأدوكو آد إسكنالفتوا إن النفط برتوا إن الليل دوري تاسع صبرك الوهلي دور صورانتنا إن أدعوه الضربتو در هذه السوى ومن يستعفف يعفه الله مركو حكم وقته أخلاق ذا قاربة شراء أدعوه كسب يشقيسي يددار وكهلي طيب قارنا وقيم ربي وله وإلهي بابا قد سينا يروح وهذه أركي عروتة عن الله مركي إذا شام طبعا عليك اللي قد سمي كل غنية أيوه ولي قاعدين بإنه نلشح نحقلان ويحتكاك لسمية ومجتمع نحقلان إنت إذا قاعدين با عروتة مركي إذا شام با ميدوا عروا الأدقية من دون إسكاع عروا الجلسين ميدوا نظافة بدية هايو ودورسوية وإلى شيء هايو من نوحوي وابسكت يعيحي مد واحد شاط بدنيا هاي من نحو شاط هو كويري مد واحد ديرني هاي من نوحوغا و يعني بحوي ما ديرنا مرر فربض المركة سيس مرر بباتر تبارك وتعالى وروحا إلى هاي السيني والغي أبا إنو اللي ماتو وحنا نلوشو كبرنا يا ومركو كدبو كسبنا يا وطهرا صوت المانيو حديث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود مرفوعا أي أول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم إلهي روحو دحذي نقي بي أخلاق بينا سيدو إذن كوقي بي بأرزاق بينا أرزاق دوال قي بي وإنت كون كان لأبورين كنت كون وصنا كهر بأرزاق ذا لقيبي سيدو ربي أرزاق ذا أقيبي أيو أخلاق ذا لإذن أقيبي مركا وقيب ربي واسيس من ربي وهب ربي ويتبارك وتعالى حديث كان أحمد يحاكم بأسوصة الواحد الصحيحة وحكم إذا النبي صلى الله عليه وسلم حديث كي سئولها إلهي وحي النعبي أوصى شعلين الفحش والتفحش فحش جواحل إلى هذا وأفحمده يدق الحمد طبيعة عندك وق تفحش كنا واحل إلى هذا وماذا انطلنين طبيعة عندك وماها لكن واتكرر رادينيس واتكرر دوندونيس يعني أفحمدي يدق الحمد طبيعة عندك وماها لكن واتبرنيس صاحب هذا واتكرر قاضنيس مركز اتكرر دوندونيس تفحش هذا تاجر وق نوع تكلف أكوجر نوع تكلف أكوجر ساس درادد ميدكا أصل كان إلهي مجعل كان إسكان هرادي إسكان إلهي مجعل فحشك وأفحمد يدق الحمد وجدد الوحوي أدور إن إنا نراه أخلاق لبضان وأوقف سنتا مر من إلهي كسيو وضن سبب كل هاي إيا ميدكا دلتا أسباب إيا الددال أدوم كسبيه ميدكا دلتا لبضان وإله مركلي أخلاق دوان أكسن قيبتي دوان أكسن وحيوق بسم الله حسن الخلق مع الله وحسن الخلق مع الناس إن أخلاق هذا الرب أتقول رقم يسأله ونعكسنته أخلاق هذا الدومدي سقول رقم يسأله ناد ونعكسنته لا ولا سيفر له كلا بحيس وتو تلمام يا حديث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل الترمذي والنبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن الله كبر
oo iska ilaali sharcigiisa ilaali meelaad joogtaba dad keligaa tahay haddii lagula joogo xaalad kastood ku suganta taasi waxay qeexday rabbigaa iyo sidii aad ula dhaqmi lahayd kayfa tatacaamal maca rabbik calaaqatuka maca rabbik waxaad tandiimisay oo hagaajisay ittaqi illaaha xayu maa kunt jumladaasaa qeexday waatbici sayi'ata alxasanata tamxuhaa waad khalbantay aadamaa tahay bashar baa tahay waad toosnayd oo waad hagaagsanayd laakiin shaydaan iyo nefbaa kula xidhiidho lugtaa kuu fakatay waad khaldantay khalad baad gashay xalku muxuu yahay waatbici sayi'ata alxasanata tamxuhaa tii xumayd ee kaa dhacday mid wanaagsan ka dabageed taasaa tirtiraysay khaladkaad gashay wanaag badan ka dabageed wanaaggaasaa masaxay oo tirtiray taasi waxa weeyaan midda hore jumlada hore waxay tilmaamaysaa rabbigaa mucaamalaada la mucaamalo lahay haddaad rabbigaa ku khaldantana sidaad u sixi lahayd jumlada ku xigtaa tilmaanta maxaa saddexeeya wakhaaliqi innaasa bikhuluqin xasan dadkana waxaad kula dhaqantaa dhaqan wanaagsan dadkana waxaad kula dhaqantaa dhaqan wanaagsan marka rabbigaa akhlaaq wanaag kula dhaqan addoommadiisana akhlaaq wanaag kula dhaqan culimmada qaar ka mida baa waxay leeyihiin waxay qeexayaan rabbigaa tabaaraka wa tacaala akhlaaqda wanaagsaneed kula dhaqmayso ayay sheegayaan oo waxay leeyihiin huwa an taclam anna kula maa yakuunu minka yuujibu cudran wa anna kula maa ya'ti min allahi yuujibu shukran ilaahay akhlaaq wanaagga lagula dhaqmo waxa weeye waa inaad ogaato wax kastoo xaggaaga ka yimaada wuxuu u baahan yahay inaad ka cudur daarato wax kastoo xaggaaga ka soo fula cudurdaar buu u baahan yahay inaad ilaahay uga cudur daarato hadduu ilaahay sharcigiisa khalad ku yahay dee cudurdaar iyo toobad buu u baahan yahay hadduu taaco yahay oo khayr aad la timid uu yahayna shaki waxaan ku jirin in wax kaa khaldan yihiin oo siduu ahaa uma keeni karta saas daraaddeed inaad ka cudur daarato u baahan yahay saas daraaddeed baa nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh markuu salaadda ka baxo wuxuu dhihi jiray astakfirullah 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 leesh daaca ilaahay loogu dhowada tii ugu fiicnayd baabad ka baxday astakfirullah astakfirullah macnaheedu muxuu yahay bimacnaa waxa weeye khayr baad samaysay laakiin shaki wuxuusan ku jirin khayrkii khalad baa galay sidii la rabay umaadan samayn cudurdaar baad u baahan tahay marka marka haddaad daaco samayso daaca kaa soo fushana cudurdaar baad u baahan tahay inaad ka cudurdaaratood rabbi u cudurdaarato wixii qusuur iyo khalal ee galay haddii khalad kaa dhacana wuxuu u baahan yahay inaad cudurdaaratood rabbi uga cudurdaarato wixii kaa soo fulo oo dhan cudurdaar buu marka u baahan yahay ayib wax kastoo rabbi xaggiisa ka yimaadana shukri buu u baahan yahay waa sidaa saas daraaddeed waa waxaad ku noolaanaysaa falaa tazaalu shaakiran lahu muctadiran ilayhi saa'iran ilayhi bayna mutaalacati minnatihi wa shuhuudi caybi nafsika wa acmaalika labaad marka ku dhex nooshahay ma dhanka dhinacaad fiirinaysaa marna dhankanaad fiirinaysaa mar waxaad fiirinaysaa nicamkiisii iyo abaalkuu kuu galay iyo galladii iyo khayraadkan iyo waxaan uu ku siiyey marna waxaad fiirinaysaa ceebtaada iyo khaladaadkaaga iyo dembiyadaad galayso iyo sidaad rabbi ula dhaqmayso wanaagga isagoo kuu samaynaya haddana qaabkaad abaalka u samaynayso yaad marna fiirinaysa markaad khaladaadkaaga iyo dhaqan xumadaada iyo edabdarradaada iyo muxuu aad fiirisana waad cudurdaaran markaad fiiriso siduu isagu kuugu dadaalayo iyo wanaaguu kuu sameeyey iyo khayrku kuu sameeyey markaana waad shukrin saas daraaddeed baa waxaad ku noolaynaysa ku noolaanaysaa bayna alictidaar wa shukr taasaa la yidhaahdaa bay leeyihiin akhlaaq wanaagga ilaahay lagula dhaqmo tabaaraka wa tacaala amaa nooca labaad oo rabbi inaad khalqiga kula dhaqanto akhlaaq wanaag waxay yidhaahdaan waxaa laga wadaa laba arrimood baa kulminayay dhahan jimaacuhu amraan
خلقك أخلاق وناقصن كل رقة مركي لوي لو أرموت بيسوي ما نصابه بدل المعروف قولا وفعلا وكف الأذى قولا وفعلا وحي وناك قال حيصته بحي أوضتك وحكسي أفئي أدنبا حول الله ارتهي وحكا به حب الله ارتهي وحكا به عقل الله ارتهي وحكسي علم الله ارتهي وحكسي ملكي يجاه الله ارتهي وحكا به بدل المعروف وحي وناك إن أدنحي صوت أما أفهم نقضى أما أدنهم قضب كلاوانا كف الأذى قولا وفعلا وحي ضدك لبي خلقك لبي هنا تكدي سوت كعلس وتكررت أفكاك إيا أدنك عربك إيا أفكاك خلقك هكولي بي حبنها إيا أدن ماذا أدن ضدك هكولي بي وحي ضدك لبي كعلي كهيسو كإلالي لو هذا سيسقط ما دا أخلاق وناك ذاتك لقول الله ما يلا وحال الله يرتاح وناك هانا وحكسي لقول وداعو وحي إبك هذا أنا ذاتك هكنا ما تكلم أفك هذا أدين هذا حلقنا ما تكلم تحسنا أنت سيسقط ما دا بين هذا العلماء دولي أنت كذب وحنوجد بيننا هنا أنت المانو أخلاق لو ناقص حاجة بيك جت دين تين أهمية إنتلك بيلاد مطنان إنتلك بيلاد منزل ذي هي مكان ذي بيك شفت أخلاق لو ناقص شك وحي سن كتشرين نك القرآن الكريم كاي السنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي يرك آخره إن مركب أصوب حيصو أخلاق لو ناقصني هنا يبوس صار يمل صار دينك بجرت وحنات الماما يا كم هرتا صدري دين النبي جن الله صدر صلى الله عليه وسلم صدري دين الله صدر حوله الله صدر كم هو مهم سواح كم ده إنه أخلاق لو ناقصن حقيقيو لما يستوي صلى الله صدري نو توحيد كذا كويه oo shirkiga la dagaalo oo khalqiga alla ku xiro oo waxyaalaha kale lagu xiray ee ka gooyo waxyaalihi ugu muhiimsanaa ee loo soo diray waxa kamid aha akhlaaq dawan wanaagsan inuu khalqiga baro wixii ka dhimana inuu dhameysto saas daradeed waxa leenahay al akhlaaq al hasana min maqasid al bi'tha yani wuu ilaahay nabiga loo soo dhibe loo soo diray ayay kamid tahay حتى الماما يا حديثك أبو هريرة والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق أنا أقول لك الله إيه صدري أخلاق لم يدي دون وانا أكسرين عن رميستر عبارة السنة أتا على مركة أوفي رسول حصري قصري وكتري إلى هذانه بمعنى ويام وحكى لو الله إيه ما صدري أخلاق دون وانا أكسر رميستر كذا موية محاق رميستر لو عبر لما يستروح الله عبري مجتمعات كي النبي قال الله صوت لي عرب هديتها هي عجم هديتها هي أخلاق ذا وحبي كهيستين وحنوا كم مقنا أنت كم مقام بأمرك الله لما يستريا أنت يهريه هيستين والله هجا تشنيا لأن عربته كل أمرك هذا في رسول تغسني ما إلهان شيء أخلاق ونعكس خنتي كده داري شيء وأخلاق ونعكس geesinnim ila hanjina wa akhlaaq wanaags intus islam kuma iimaani bay akhlaaq wanaags wax kamid ila hanjire dhowrsoonida kamid oo dumar koodo inay dhowrsoonaadaan oo dumar kamid uun adoon amooyaan mid xorta ama zinaysan jir sida qaalibka huwa tazni al-hurra wa tilaha al-hinda marku nabigu sallallahu alayhi wasallam bi'ada bi'ada la galay dumar balanti uu la galay suratul mumtahin aakhirkeeda rabbika gaha يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن
ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. آيات أمرك النبي بكل الأخرين وقد بدا آيات أي كهل ليس ليه بلن كوكال الضمك أي قوارد يندل أن يجري واحد يرمك النبي سوكار ولا يزنين إن إذا زني سنين بلن تيضك لك مركا سيابت مركا سواحد يا رسول الله أو تزن الحرة وما هويري حر أبا زنيسن يعني جاهلية دي يقول المسلمين بأهين بعدنا نقن كون أول هو هانجري هوين تحر تعا إن يسن شير كيدا وصخ دا أقوري إن اسم وصخيش لكن الضوامة دا يوحى سامات أقود نانجر مركا أخلاق وناكسن بيل هانجري قار كم دا يقول قالا نبي مركا وحى الله صدري إنو دميستيرو وحي كتب منا أو دميستيرو ورتوا قضبو قضبدي وويناء النبي الله صدري دميستير قوضا إنو ضدك أويرو أخلاق دوانا كسما كاملا حديث كوحى صلى صاري ابن سعدي حاكمي بيهبد بن شعب ورحمه صحيح وحاكمنا وحيراها قطوصي أخلاق هي مهمة إليه هي منانة إليه وحن النبي كتير صلى الله عليه وسلم إيمانك والأكتين دين تأمن إنه قضبك أساسك أوه تيرك أساسك الدين توصل لك أوه أو قنديك أوه وإيمانك أوه إيمانك أخلاقه وقيمك منه والروح دوسا أخلاق من أكسل الله أما إيمان أردن بمالي أما إيمان كيسوا دم يوم أردن مستر marka meesha lagu xiray u fiirso akhlaaqdi wanaagsanayd waxa salka loo saaray iimaanka iyo mabdii asaasiga ah waxa nabiga nuxu sallallahu alayhi wasallam xadiis abi hurayra akmalu almu'minina iimanan ahsanuhum khuluqa mu'minin ta waxa iimaan iimaan ahaan ugu dhameystirnaan badan oo iimaankiisu ugu dhameystiraya kuwa akhlaaq ahaan ugu fiican ruuxu ruuxu ka akhlaaq fiican wa ka iimaan fiican روح الروح كتقن في عينها وكإيمان رجحين مرك إيمانك هذه أستانت على مدى اللجوء قرن كل مقياس ميزانك اللجوء قرن كروح كم الأخلاق ذا روح أخلاق أم الدين ملك أو إيمان ملك أم الدين تيسي إيمان كيسا سوى كي وحكم إذا أرمها تلمامة حديث كوحا صوصاري أحمد أبو داود بن حبان حاكم وحديث صحيح وحكم إذا حديثة الماميسة نصوصة الماميسة أخلاق ذا وناكسن هي منزلة ذي يبوس كأي شرطه يسي مهم كوتاه أخلاق ذا وناكسن وحي واتشبسة إلهي محبة ديس إلهي بقى الضوء وفتح لها حديث الماما يوتك الشيء أرنت حديث أسامة بن شريك نبي محمد صلى الله عليه وسلم أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا إلهي أدوم ديس هو أبوك القحي البنين إيه ألا أقول شعلي وقوة أقول أخلاق ذو العكس حديث كان طبراني وصوصاري وأنا حديثي أحيانا كنت سيوحى حكم ذا نصوص تقارب وضوحى قصوى أراري خير ونم ضوحى وكتشرى أخلاق ذو العكس خير ونم خصال خير ونوحى اللي يسموك أخلاق ذو العكس معناها روحى تلماما يا حديث كان نواسب بن سمعان والنبي يقول صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق البر حسن الخلق بر يوحى لهذا وجماع الخير خير ونن ما انت ماله بروح خير ونن وحو سكوت اخلاق هناك خير ونن وحو كور الصلاه السكوت هي شرطي اخلاق هناك حديث كاسين معناها سوره الباب يا مسلم يا تلميذي ما سوى صح وحيرا كنت سيوحى كم ده وحو الروح اسكوت قرحيه وهو كل بيست وحاقوا قروح بدن أخلاق دو ونكس درقات كل بيست وحاقوا قروح سم درك أخلاق دو ونكس حديث كأنا سبحان مالك بمعنى المامي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم عليك بحسن الخلق وطول الصمت فوالذي نفسي بيده ما تجمل الخلائق بمثلهما نبي يقول وحا لازم تا أخلاق ذا وناكسن هي آموس دير
أفكارك كاتو عربكارك كاتو هذا الكلام يوصل بدل شب أما وح خير لك واحد أو إسك آموس آموس كده روح هذا آموس بدين وصل هذا البطنين وحين كتوصي ساعة عقلي يردقنا شو يأخلاق الناس بابور واحد شرا ميل خلط الله بيجي KBU 340 W حلقة قادمة إيش عندك تم راح بابور كاس كلاش وحنا بقول صلى الله عليه وسلم واحد لازم تا أخلاق ده وناكسن يعامس كدير وحن كبرت الله النفط يدك عندي سكوت شرتين الله وضع اسمه قرحيه روح اسكوما قرحيه وحلا بنا وحلا اسكو قرحيه وحا وقفي عن اخلاق وناكسن يطول الصمت آموس دير من الروح آموس يسبر لا نوحوي سيدا دبا هذا الكابو بطوات قيمة لعلي بعد عابون وابراني عقلي قابون ويراني عقلي قابون ويراني ساس دلاتي دعال الوحي لان ابن آدم كوحا وقبضنا اللي بعد وفضول الكلام وفضول النظر وفضول الطعام وفضول النوم هذا الكباهي للسيادة ذكاء هذا هذا مو باهنا إنه إسكت الظلمي إسكت صعدوا إيوه عن تاء هذا مو باهنا إنه العروش وانكو برت اللي عن تاء الباهي بالله عنا هذا الباهي عنده مركا دركته وهو نادف كل الله عنده واتشرن هي فضول النظر في رؤى فضول إن أدمر والوحكس إسكاف في رسول وحكس توب صومرا واتفيرين في رضا سي فضوشة هي ذا نمر بيانا هي هردد فضوشة هردد فضوشة نوامي ذا عربا هنين واتسكد دوني سوا ابن آدم كمارك وحيالها قبائي كمي تهي ثرثار نمضى إيا هذا الكفراح بضل إسكاف هذا الإيو meel walba la yimaado inaad hadasho iska damacdo adiga in lagu dhageysto dadka kale tumxuu waa imtixaan weyn sidaas daraadeed aamus ka dheer iyo akhlaaqda wanaagsan nabigu wuxuu rasuul sallallahu alayhi wasallam labada wax la mid ah ruuxu isku ma qurxiyo wax la isku qurxiyo labadaas aan u fiican marka quruxda qiimaha badan waa akhlaaqda wanaagsan oo ka qiimo badan dharka aan qabo abu yaala wa soo saar xadiidka waa xadiid xasan أخلاقنا وناك جيدة حيالها قطوصة يوحا كم إذا بوسك أي جوبتو هي منزلة جيدة ومضاها تشريتان كودة هي عزي كودة هي أود كودة هي برواقة كودة هي هرمر كودة وحي كتشرتا سيدة يدبا محوها هاي أخلاق دو ناس مربع هذا يمضو أخلاق دا كلمته ما يستاهي شيء إني جوبتو ما يستاهي شو إني سيجرتو وإني هناك سنتوه وكي شاعر كي قواياقي لها إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهب ومضوه وأن أخلاق هذه أخلاق ضوضو تكتنى أيقنا واتقيا وقرأنا إسان القرآن الكريم الله تبارك وتعالى وحو بابئيي لمن كلا بيجي لقوم اللوط نبي اللوط قوم كيسي ولا بابئي بل القرآن الكريم أمد لها لاغي وأمضيه القرآن كشكي كمدا سلعة هي قابك اللوحة لاجي ومن اللوحة لاجي مجرد لولكي دقنايا انت الله قاضي وسط الله قلي وقل فتشي وكر الله قاضي بأن لده بقتي مركزا انت دحدة كسو تشيرين بهذانا دا يحيان لغور الشيء اللي قراع ومدى ما حصل الله قلي رسول كي يكوري ما دين شركي كمركا لغتر waxaa laga kari waayay baqan xumo akhlaaq xumo warilaahi rag iyo dumar buu soo abuuray ragnaad wax ka raadsanaysaan daay ma marro akhlaaq xumo ummadda marka ku tagtay ummadda mar hadii dhaqankeedu halaa ilaahi sunankiisa marka la fiiriyo iyo qawaaniintiisa ma sii jirto waqtigeedu waa iska gaabay حضارة هذا الرجال بيتك
ilbaxnimada reer galbeedka iyo horumarka tiknolojiyada iyo adduunka meeshay ka gaadheen ma jirayso, maxayna u jiraynin? Lianna ma laha qiyam akhlaaqiya, ma laha cunsurkii asaasiga ahay ummadii ku jiri lahayd, ma laha oo ah akhlaaq ma leh. sida xayawaanaadka iyo xoolaha iyo duurjoogta ku dhaqmaan, bal waxaa la dhihi karaa ummad ka akhlaaq xun adduunka inaan soo marin baan umalaynaya. reer galbeedka iyo meeshay hadda maraya. sidaas daraaddeed baa culimo fara badan waxay saadaalinayaan xadaarada reer galbeedku sababka ay la burburi doonto haddana waaba bilaabatay waa akhlaaq xumada iyo dhaqan xumada. waaba baabi'een, guri ahaan uma jiraan, caruurtii ubadkii kacayay, qoysaskii, isku xidhnaantii bulshada, wax fara badan baa ka burbursan. way israacayaan marka ummaddu mar haddayna akhlaaq lahayn marka ma jirayso. waa u tegi doonaa oo waa ka hadli doonaa insha allahu tacaala, maadaama iyagu dhaqan ahaan iyo akhlaaq ahaan iyo fadaa'ishii ay lumiyeen caalamkana waxay rabaan inay iyagana ka lumiyaan. oo waxaa la yidhaahdaa ninka jirani wuxuu jecel yahay in la wada jirado, xasadan min cindi anfusihim. reer galbeed hadday hallaabeen oo dhaqankii ka hallaabeen oo akhlaaqdii ka dhimatay waxay rabaan inaan laga xadhigo. ninka kabaha dadku kulli inay wada kaba beelaan buu jecel yahay. reer galbeed hadday kharimeen oo dhaqankoodu kharimeyna inaan laga xadhin bay rabaan. soo ma, shaydaan muxuu dadka ugu yeedhaya? muxuu ka rabaa aadamahan? maxaa ka galay? muxuu wanaagga uga leexinaya? inamaa yadcuu xisbahu liyakunuu min asxaabi saciir, naarta in lagula daatuu rabo. gaaladan hallowday ee dhaqankii iyo aadamihii iyo qiyamkii akhlaaqigae bini aadamka ka leexatayna waxay dadka ugu yeedhayaan oo meeshay ku daataan inaan laga hadhinba oo wax ka fayoobaadoo gadaashooda aynan jirinba. akhlaaqda wanaagsan waxyaalaha ku tusaya waxaa ka mid a wanaaggeeda iyo mansilada shareecada ka joogto. waa khayru lcataaya wa afdalu lhadaaya, wax ilaahay ku siiyo waxaa ugu qaalisan akhlaaqda wanaagsan. waxaa tilmaamaya xadiidka usaamat bna shariik, nebigu wuxuu uhi sal alay wasalam, ina annaasa lam yucطaw shay'an khayra min khuluqin xasan, dadka lama siinin wax ka fiican oo ka fadli badan akhlaaqda wanaagsan. wax lagu siiyo waxaa ugu qaalisan akhlaaqda wanaagsan. ka qaalisan xoolahaaga, ka qaalisan abuurkaaga, ka qaalisan caruurtaada, ka qaalisan waxaad haysatoo dhan, kaaga qaalisan guryahaagii kulli. akhlaaq wanaagsan hadduu ilaahay ku siiyo wax ilaahay bixiya wixii ugu qaalisanaa buu alla ku siiyay tabaaraka watacaala. macnahaasuu nabigu tilmaamaya sala allahu calayhi waalihi wasalam. taasi marka waxay tilmaamaysaa akhlaaqda wanaagsan iyo mansiladay joogto, booskay ka joogto diinteenna iyo sharcigan. ayib, waxaan uga gudbaynaa qodobka xigo ah, akhlaaqda wanaagsan maxaa lagu gartaa, miisaankeedu muxuu yahay? lianna aadamaha iyo mujtamacaadka kana jira adduunka haddaad tidhaahdo maxaa wanaagsan maanta, dhaqanka wanaagsan sheeg haddaad tidhaahdo, midba meel buu ku dhufanaya. mid baaba dhaqanka wanaagsan wuxuu leeyahay in laisdaawiyo, asturkuna dhaqan xun buu leeyahay. mid baa dhaqanka wanaagsani wuxuu leeyahayba in laisdulmiyo oo midka xoogga badan ee ka tabarta dayro uu cuno. mid baaba wanaaggu wuxuu leeyahay in qiyamkao dhan laga tago. mid baa wanaaggu wuxuuba leeyahayba in ilaahay wuxuu isu abuurayba la kala duwo, bini aadamkiiba jid kale la qaadsiiyo. marka haddii innaga layna yidhaahdo maxaa akhlaaq wanaagsana maxaase akhlaaq xun ah, laysku waafaqi maayo. nin walba tiisaa qumanihiisa qoorta ku jiro tiisaa la quman. waxaa aad arkaysaan hadda sakhajaanka ahee nimanka iyo wada nool iyo dumarka wada nool iyo waxaad arkaysaane aadaminimadiiba ka baxayba haddana cid ka wanaagsan inay jirto ma rumaysa, inaba dadkii adduunka ugu fiicanba isu haystaa. marka isku caqlina mani, isku garashana mani, isku garaadna mani. saas daraaddeed maxaa wanaagsan maxaase xun waa in miisaan loo helo. maxaa kala saari kara wa miisaanka kala saari kara waxa weye allihii kownkan abuurtay tabaaraka watacaala qur-aanka kariimkee uu soo dejiyey
هي السنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحي وناك وتقانا وناك وحي أي حمان ويقانا وحمان ميزان كوكا ميزان كو مجتمعات كما بلشوي كما حتى بلشوي كمسلم كما صومالي دقن كذا هي حير كذا واحد بدر كم يدور لقب من بان عربت اللقب مني وحي يمن كهجاك سن بان سعودي كهجاك سنين وح سعودي كهجاك سن بان مصر كهجاك سنين لقد ماذا هدي لي إذا ضدتكم أيوة هصم يستين هاللود ده يوم حاول أنا أكسر معهم وحليس لك هني ماي ساس طلعت بشرع عدو وما تدينيني ميزان باللود شيء وقرآن كريم كا هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو سويحي أي وناك كل شيء جانا وناك وحي أي خلط كل شيء جانا وخلط حديث كا عائشة رضي الله تعالى عنها عنهما وحلويتي نبي أخلاق في سبا الوقت عائشة كيف كان خلق رسول الله نبي محمد أخلاق في السيئة ورعنا وقت المال مركز أوحي قلت لنك سؤال شويتي أتقرأ القرآن بي قلت لك قرآن كما أخرضا مركز سؤال ها قرآن كهداد أخرضا وحي تلي كان خلقه القرآن نبي محمد أخلاق في سي قرآن كيحيت حي كودا قرآن كأخلاق ذو كهل ضيع ونقن جلي أخلاق القرآن كأصعتها وحي قرآن كأخلاق حنا وكد جينا وكفوا جا وحي أخلاق ونكسر القرآن كأمرينا ولي من النبي صلى الله عليه وسلم ساس برادة قرآن كأخلاق ليسي أصعتها النبي صلى الله عليه وسلم الله نعم حكوت المامي وإنك لعلى خلق عظيم نبي محمد واحد كتر سقنطه أخلاق أدوين إلهي ما عليه صوما أخلاق أدوين محيا أخلاق القرآن كوا سأسترد الميزان كوا القرآن ميزان كوا رقن كي النبي ميزان كوا رقن كي صحابة ميزان كوا رقن كي السلف كي أخيارتي هل كوحي وناك كوها ووناك إلى القيام الساعة ووناك كوا سميزان كامرك الله في روحي كحمانة إلى قيامك إيمان السواحين إلى مؤدونك اسكرع قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث حتى أخلاق ذفن هدي أدونك وضع قبصة وحنطة هدي اللوبة وحنطة أخلاق ذو وناكسن ضدك هيستهدي يرادان ويدد يرنق ذا ويوناكسنت أتباع ذا يرادي كما حماته تن أتباع ذي بضطي كما وناكسنات تن وناك وصفة ذاتي أطهيون كبهين تن حمان تصفة ذاتي أطهيون كبهين حمان هو حمان وناك نوا وناك ميزان كورك أكسك سكر هذا ربك نوه آدمها هي بني آدم أخلاق وناكسن كورانا قبل آدمه ومسلم يقال قال كنا ومد عهدي يبلن أدخل الشرط يمد قال قال الله مد كبلن أدخل الشرط مركا أوصلنا بدأ أدخل هذا النوشي هنا قال قال الله يا مسلم كعقيدة قال الله انت بأخلاق لا أتقول رقم ما يسأني دوانا أحسن تعلمها ودقونا أحسن يدبي عدمها قال كده قال كوكالر دحينا حتى أصله دقال كالر دحيو حتى أنا وحول بكوما بنارا وحول بكو لما رقم كرتيد وحد شراء نظم هي قوانين شرع عدل حد يجسي بعدين ويسو حتى الله دقال ما يسو بروحيانا خارق ضبوه كلهم إلا دين تنو دين الأخلاق دين تنو دين الأخلاق ميزانك محيو يا إمان ميزانك وحا طبائل الإنسي حديث كالنبي صلى الله عليه وسلم ميزان آد دقيق أبو إنسي ميزان آد دقيق أبو أيو إنسي ومركات من آدم كلمة ما يسوى وحا روحينا الحديث كوحي إسلام لكي يسنوه حديث كوحا صوصة علي عبد الله بن عمرو بن عاص مع النبي كورنا صلى الله عليه وسلم أحمد يا مسلم يا النسائي بن ماجه روحي صوصة علي وحو النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن نبي
قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على ما يعلمه خيرا لكم. ما تشيرو نبي هرتي إلهي صادر إلا وحا واجبي حقها وحي خير وأوجيها إنه أمتي ستصر وحي الشرع وأوجيها إنه أجدك واجب واحد نبي كستو هرتي الله صادر. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها ومدينا محمد يدها عافمات كيرا وحا الله يالي قيبتي ظهري قيبتي ربحيتها والصحابة دي أرضدي النبي صلى الله عليه وسلم يوم قيبتي هرا الله يالي عافمات كي أمضل وسيصيب آخرها بلاء شديد وأمور تنكرونها أمضل آخر كيرا وحا أصيب دورا كبع دورا بلاية درن iyo arrimo aad inkiri doonta aafooyin iyo masaa'ib iyo dhibaatooyin ayaa qaybaha dambe ummadan ku dhici doona aakhiru zamaanka waa tan ay sataw wa tajiu fitan fayuraddu ba'daha ba'd wa ha iman doona fitnooyin qaarba qaarka kale ay jilcinayaano tii hore ayaa ta dambe ka fudud kolba mid dambe si xus مركي ميد التماد تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه فتنة إيمانيس مركز المؤمن قول لي هذه مهلكتي ثم تنكشف فتنة إيمانيس مركز قول لي والله تاني واتي بابه الله تن فانت تنكوها لك سبي لها وكو بابه الله مركز سي تجي وفين تكلو كدر با إيمانيس مركز قول لي هذه على لها التنوي تن على لها التنوي ميد أنا مرنا كفاكن دوني مركز النبي صلى الله عليه وسلم مركز سيدا فتن قرون عام وكان هو هذا هنا هاي استوى اللي سكوا كان امتحانه يقوم عليه إن قرط اللي نوجلي يدي قطع ذنعه يقبي هذا الخلاف قال هذا اللي سكوا صلى ذي فتن كان وما ضل اسمع ذي كو حيس كان أفوين كان اللي سكوا صلى ذي وحلاج الله مد با إمام ويتك تقدر بايمان وحنا استبيان نبي صلى الله عليه وسلم فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منية وهو يؤمن بالله واليوم الآخر روحي الربا شعل النار تلقفه شندنا لقليه قريد سهو التماد استقوى إلهي ما نتا أخره ميس مبادئ دواوين إيمانك كمت مركي فتن قطعان وحب النبي صلى الله عليه وسلم وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ضد كان هؤلاء يماد وحق وشعريها إن إستقل له يماد هل كان أكرمه؟ إيش وشيد هل كان؟ ضد كان هؤلاء رقم هكولا رقم هؤلاء يماد هكولا معاملة وحي شعريها إستقل له معاملة ميزان كان دون يمرك إنا قال له وحي أخلاق وناكسن مرتا ضد كان روحني وروح أخلاق وناكسن ورقا وناكسن بمعنى وحو يضدك وحو كالسوق هذا نفتي سوق لي نفت هذا وحا هذا لرهن ضدك كذا نفت هذا وحا لتش عش هين ضدك كل أخر سو ميزان عروس ما ها ضدك ولا متش نفت هذا خيانة لما تقولوا خيانة متش ضدك خيانة بين إنه قوشة جمعة شعري بين أو شيء إنه قطعة جمعة شعري تذكى هذا إنه وحنت جمعة شعري تذكى حمد إنه واحد جد جمعة شعري تذكى واحد جد واحد تعيش هاي تذكى واحد هيستاني واحد لقاسي واحد يسوي تو واحد قاسي سمعت ميزان كان نفط على أتصار يسمير لما يردت كان صار وهذا هذا نطين نار لقافبي وخاصة حلقة في تنكا إن النار كبد بندوب شنقة شهادة تعيش هاي ضدك أولادنا كان سابو تعيش هاي إن أديك الأولادنا كي دونا إحسان كي وناك كعن فرنانتا وتشفر فرنانتا خيرك سينتا وحي حمانتا هذا كي لا ساس ترادت أخلاق ذا كبرنا مسلمات ده لوبا هي هنا إلى لسه وحكم بذا أو مهم حشاط دور صنانته يا أصدق حسن الجوار
دريس وناك يعني ضدك الصحيح بدأ ذي درس كي ضدك أي كذا داش لب كذا هنا ضدك كعريس عرب كذا منو إلى شنا هنا يوحى جات يسوي نوحى الله ينو هاي نقطة مجتمع أيضا متكش قيس وح وانا جنت وح فسادين تي وح الله ينت أنا هيك فوقات حشوت كوا قلبك أساس كوا أخلاق ذا روح مسلم كرجل طمر روح عن إن شاء الله هين الدين ملي وح النبي قال له صلوات ربي وسلام عليه الحياء من الإيمان حشوت كوا إيمانك كمدين حديث كان النبي يقول عليه صلى الله عليه وسلم إن الحياء والإيمان قرنا جميعا إيمانك يا حشوتك وليس كل ماني إلا وضعس فإذا رفع أحدهما رفع الآخر من هالدين لقاضي ككلنا والله قاضي سأصدر دارة الروح عن حشو الله هين رقي الدمر بار والروح عن إيمان الدين الله هين حشوتك روح وحقود دي سيد إيمانك شقد إيمانك قبطه وكرو قبطه والروح وحو كحكم يا وحي حب وحي ونكسن نبوه فرع وسيد إيمانك وكرو ساس تردد ما نبي قال نوحي لحديث عبد الله بن مسعود وحي نبي في مسلم أحمد صلى الله عليه إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت إذا لم تستحي فاصنع ما شئت هذا الذي مرتد هي قيمة أبدا هي اللي قصوا قاري النبي دي هو النبوة دي هو اللي قصوا قاري وحا كم إذا حتى هذا الحشوني نوحا دون توصفين حلق وضع بمعنى روحا الحشوني نوحا كستكسروا هو وحك استكفي الروح عن حشو الله أمانة حمو دين حمو أخلاق حمو إذا بدره أنشع حمو وحك استكفي له معايا لي حكم ملي وحكم أيو عليم ملي بركة قبرة مسلمة ده خاصة وإلى حشو الله وإني قوصانت وإني حجابنت وإلي ميلها تهم كي حن حن سكيل عليس مواطن تهم ميلها حن نقل حن إذا بترأي أنشع حمائي وإن الوارك وإن يقولي إذا مركي تشوكتنا أنشع إيه وناك إيه كتشوكت مركي دبادة مقصوة بحضة ويتشيب مريسا أما ميل تشوكتنا أنشع إيه آداب وإن إيه كتشوكت ويكون مرتبة وإن لك قبطة إلي تهي قبر أهل الإيمان وإلهي وحنا والربي جاي تحجل الناس وقيم كأخلاقي جاي الرب تبارك وتعالى أُجدي إلى الناس وإذا كلد ونادان أيضا يمد الدين تلاهين مثلا إله بحر نيل يأيض وإذا كلد وينه وأين إسكو قسم وكان ربي تبارك وتعالى في سورة الأحزاب تلمامي مركو النبي صلى الله عليه وسلم أمري دمر كاجا يقبلها كاجا يدمر كمؤمنات كا أنت بأمر شدك وده هيس إتشارين ومرضها صارين جلبابك هصارين وحالا قدم بيسي ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يوضين تاسا وحي أبدا وده هي إلا قرطو ومركا آن لدبين آن لدبين إلا قرطو حالا وقرنين ويكدو أنت هكوكا ساس نرادي حمال لضد معي حمال للا آدي معي إنا اللي جاهي لينين بقى اللي روبي ونانك على كمري لكن مركي وحي إلهي قري لي ورنا يبنان كصادق وهي مركة تشيد كمرتاي معنى هذا محوي معنى هذا وحوي هل يصور رعوة هل يقدم إيمان لا شك لأن وحوي هذيك يي قاتشيسن أما إيه قاتشيسن أما اللي واحد قاتيس هذا هيري بكهر وضو وهيري بتقول الله الله دي سأغور أرض ونحن سمينا سو كده بأرد ماي وكده بأرد إياه يهي إذا مركة تشيدت كفرفر إذا مركة أنت هيري بك الله الله دي سو وقروح ذا دي الجمال كاكي بنانك أعبكتو تشيد كمرتو بمعنى بحوي هاللي قد بي ما دوي مركة لقن كنوع عصو كراك ورد مسلمة دا مايا شرف يحشوت يدور صونات يحشمدني إلى هذا الوقت
oo lagu yaqaan oo ay dhaqan u tahay oo dadkii mujtamaacu ku bartaan taas la tilmaamay marka waa inay xishood leedahay waa inay dhowr soonaan leedahay waa inay gabadha muslimaddii dhowr soonaan leedahay cifa labiskeeda iyo dhaqankeeda iyo akhlaaqdeeda iyo dhibkeeda waa inay dadka ka ilaaliso dariskeedana ixtiraamto haweenta dariskeeda u daran waa ahlunaar bal nebigeenna waxaa loo sheegay haweeney cibaado badan salaad badan soom badan dadaal badan laakiin aan dariska u roonayn waa ahlunaar buu nabigu sal alay slam mid kalaa loo sheegay waxaa la yidhi hible iyow ma cibaado badan soom badan iyo sagaal badan salaad badan cibaadaad badan ma laha laakiin dariskeeday u roonta waa ahlu jannu yidhi nabigu sal alay slam marka dariskaagu waa halis afkaaga iyo adinkaaga ha laga nabadgalo xanta isku dirdirka muxuu ahaay namiimnimada ifsaadinta dadka dhibiddooda ammaana xumada waxaasoo dhan gabadha muslimadda waa inay ka fayowdahay akhlaaqdeeduna wanaagsan tahay carabkuna ilaashay waxaa kaga baxayaa oo waqtigoo dhammaaday dartii aan ku gabagabaynayaa ruuxa akhlaaqdiisa wanaagsan asbaabta ka qayb qaadata inuu akhlaaqdiisu wanaagsanaato waxaa ka mid ah labada waalid ee dhashay ee uu guriga ugu yimid tarbiyada ay siiyaan iyo dhaqanka ay siiyaan qayb bay ka tahay akhlaaqdiisa waxaa ka mid ah walaalihiisa guriga kula nool ee ka weyn saamayn bay ku leeyihin akhlaaqdiisa waxaa ka mid ah mujtamaca uu ku nool yahay iyo bulshada uu la nool yahay saamayn bay akhlaaqdiisa ku leedahay waxaa ka mid a saaxiibada aad u badan tahay noloshaada haddaad dad xunxun u badan tahay shaki male waad xumaanaysaa xataa haddaad wanaagsanayd hadday noloshaad iyo saaxiibnimadaadu dad wanaagsan aad u badan tahayna waad wanaagsanaan rufqada iyo suxbada ka mid waxaa ka mid a goobaha tacliimta waxaa ka mid a wasaaisha warbaahinta ama waxa loo yaqaano wasaa'il waxaa loo yaqaana tawaasul ijtimaaci waayaha dambe saamayn weyn bay ku leeyihiin dadka akhlaaqda telefishinada idaacadaha internetka youtube-ka waxyaalahani waa wasaa'il si toosa loogu soo gudbiyo dhaqan xumada iyo akhlaaq xumada loogu soo gudbiyo waa macalin aamusan waay macalin aamusan oo si fiican wax looga barto wa marka waxyaalaha saamaynta ku leh akhlaaqdaada bay ka mid tahay wax kaa bedeli kara maadaama akhlaaqdu ay tiirdhaxaadka ay nolosheenna ku taagan tahay ay tahay muslimiinta haddaan nahay cadowgeenna gaalada iyo dadka cadowga inoo ah waxay og yihiin arrintaasay ogyihin muslimiintu waa akhlaaq jiritaankooduna waa akhlaaq xooggoodiiyo awoontooduna waa akhlaaq midnimadooduna waa akhlaaq maadaama ay qodobkaa ogyihiin mas madaxaa laga dilaaya meesha ugu khatarsan ay inaga weerareen taasay noqotay halkaasay inaga weerareen markaasaa waxay galeen dumarkii oo u jilicsanaa u dabacsanaa markaasaa waxaa soo baxay barnaamij la yidhaahdo taxriiru lmar'a haweeneyda ha la xoreeyo war maxaa laga xoreynayaa gurigii ku jirta ha laga xoreeyo haween dumarka guryaha ha laga saaro haye dumarka xijaabka ha laga xoreeyo asturka ha laga xoreeyo haye cifada iyo xishoodka ha laga xoreeyo bannaanka ha loo soo saaro dharkana ha laga dhigo war xageed u wadaan siyaasadda ha ka qayb galaan madax ha noqdeen doorashada ha isu taageen wasiire ha noqdeen war xageed u wadaan oo xageed u sii kaxaynaysaan u hayaaminaysaan dumarkii dhegtaa hoos wax loogu sheego waxaa la yidhi dumarow waa dulmantihiin rag baa idin gumaystay oo maryahan idin saaray oo culayskan idin saaray oo guryaha xabsi idin gashaday ka baxa meesha
لسما ويدينين وحاجات نو وداني وحي دمر لدي جيرا ودبايا عجب نمبا وحالي ورحاسكا وارير كيباني مركز روحي ويلي سان سمور راي نيبا رير كيتا مدين سان سمور راي نيبا رير كيتا مدين لما بو ويدينين وحالي نوصو استعمالي قبضه هي جمعية ذو هي هيئة ذو هنا قبل الشيء لقد أنكوها الله ديقان كيني كسو تشيدا بقالة وطا هيئة ذو وطا لصوفا قريب مسكحة ذو لكن تاني ما بقان قدرة كاني ما عادة ذو حشمة ذو تاني ما رغب صوصا ما يستي كدب نوال صدري ملول بمركه تاغي سمنا ري قبانيا حقوق دي دمركا لو دوديا با للي دمركي با الحرين حيا با للي ور دمركو وخي ظلميه لو سمي وحا اوغ مودن لا غا ساري كرو وا الى دين تي سو دين الله ما ظلميه دمركا دين لا ظلميه او تعليم تودا للدلميه او حقوق دودين للدلميه او عيدك حقوق بدني اي دلميه مجتمع يجهلي بها الدلميه شرع الهي ما الدلميه بل الهي الدين كي ستي حقوق دودا دودا بها قرآن كريم كها مركي سؤال دقيقي دمر قصي احايا اي انت قرآن كو حقوق دودا دودا ربنا او حريي قال لما حرين كرو حقوق دانا مسين كرو سيداس درادت دمركي ان غريها لغا سارو وعروتي لغا سارو وسوق لو سارو او اي لوما او اي لوميان مسؤوليتودي لوميان قالا وحي فهمتي يا انت قالا راعسن اني تاي قودبكا او مهمسين لا ينغا بربرين كرو لان تاسيدك دحدا ما حدعيا يدي هورتا وا لوميسا غريغينا وا بربري عروتي لكورين لها يا جيلكي كعيينا وا لوميا هل كان واحد كسب حي مضلوط من صبا نتيجة صوب حس وأنا سيدي قالوا مرتبة سيداس درادة قالوا دجال كأيلك شيء مسلمين تقيبها أمهم سوا واحد كمذا أخلاق ذيك لا دجالات إلى ما أنت دجال كسب صوب بقالوا إنك هؤلاء عاصمة ها مسلمين تا قاهرة واحد كدعي قاهرة عاصمة مصر قبله قالوا سوا ذيك سيدنا واحد قالوا ما شقيا هيا انت حجاب صوحي دير مقالة القاهرة عاصمة برتمهر انت حجاب كي فورين و اي ميل كتوا بيين و اي برتمهر ديگين بي كبريت كدارين كبريت دبا لكلي معنو حوي وحكا الشقين ايا والله صوح استعمالي هوريبا وحي قويدا هلين قالضو لو قدوب مركان كو غوليسنو مسلمين تا وا كا ادكاناي لكن لو دا قدوب انت وحي نوغا ديمايين فامولي فركما قدوب لو دا قدوب حي كتاب القران كان مركان نولوشا كفوغينو كوادو مسلمات دو هناك انت انو سوتات مركاسان مسلمين تا كا غوليسنو بي كوادو مسلمات دا مربا حداي استور كيدا كبخدو مجتمع اسواد دمي ركبا هاغاكسن iyo dhalinyaro hagaagsan waxba ka socon maayo hooyaha lowday waa mujtamac laabay halkaas marka muhiimada ay leedahay inay fahmeen saas daradeed baa dagaal ku qaad qodob kalena inaan idinku baraarujiyaan rabaayo gaaladani maxay inoo burburinaysa akhlaaqdeena duulaan ugu tahay waxay duulaan ugu tahay ayaga baabaysan soo sheegay maadaama akhlaaq ahaan u baabeen adoo بابا اي عيدك الاني فيوبات مرت دوا حسدا من عند انفسي مره واني لفيوبات هدي جيفدين ميل اين كسو نكون كرينا ما انت اي غارين مره وان عالم كو انو كهرو الا ودا راعه او لو ودا للا ودا هلاك سمي ربا سيكل يدين عقل هدان كفيرنا شقى ابليس بي هيارو شيطان كو انسي جيني بوليه ميتك جيني غانا انسي بو استعماله إن سيغانا هوليه سأفوليه ساس درادة الروحة لله بنتا خداعا
يبربرنتن يدجال كان قيحان أخلاق لي مسلم كان لقولت شراي قبلها مسلمين تاني يكبر أروجام وين أنا كنت دجال نور وين أنا كفر عليك نور وين أنا عدة ولا تاع يعني له عدة دجال كان نوع عصير وهاي سينام فيها نور وين كبر أروجام وحنكو كبر كبير يا أخلاق ذا ونكسن روحي إلى هاي السيدي الله تبارك وتعالى وحوين بوسي ما ها أبا القدوة أبا القد كيس وحوي ما ننت قيام ذا ميزان كيس خير كأي أخلاق ذا ونكسن الرجع دونتا سو ما ننت قيام ذا كفت بالله صار يا وحي خير الله تميت وحي شر الله تميت كفت بالله صار يا لماذا كفدوا مدي حب بضطاء ايانا حق يا مريسا فمن يعب فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشه راضيه واما من خفت موازينه فامه هاويه مركب ميزانك على خيرك ما انت قيام هذا وحق صليه وحق امه مثل اخلاق دولكس النبي قال له صلى الله عليه وسلم ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق ما تشرو شيء ميزانك ما ننت قيامتك كقلص أخلاق ذو الناس أحمد يا أبو داود بصوص على واحد يسعي بل نبي قال حكى صلى الله عليه وسلم إن ويد حديث عائشة إن المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم مؤمن كوحو كوكاريا أخلاق ذو ناسا روح مالين تينا صوما هبين كينا السلاة التاقة درجة دي سوك الكوكاريا روح مالين أردنا صوما هبين أردنا السلاة التاقة سو درجة أدو سر زمان مدبان انت هيسني لكن رقم في عم أخلاق في عم دور صوم ها وجه فران تبع عدو ناسا قعام فران كاس وحو غاريا كهبين كينا سو جيدا مالين الصومن درجة دي سو غاريا وحاكرة الماما يا والنبي كل شيء صلى الله عليه وسلم شنة الدرجات كيدا وقصة غاية حيالا اللوها لو حاكم من أخلاق دا بناكس حديث أبي أمامة أبو داود يضيع في المختار صوصاري والنبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا أنا أحب الله قاضي أود ما أنا قاضي روحي مرن ككتك حتى قربها لها حتى إسوا حق وقرب لي روحي إسكتك مرن ك وحان أحب الله قاضي قري شنظ الدولات كذا بيها وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا guri jannada dhexdeeda ku yeelana waxaan u ballan qaadayaa oo u damaanad qaadayaa ruuxi beenta ka taga xataa haba kaftamayay xataa isagoo kaftamayay aan been ku kaftamayay jannada dhexdeeda guri ku yeelan kaan u damaanad qaaday wa bi baytin fi a'la aljannati liman hasuna khuluquhu nabiyyu sallallahu alayhi wasallam jannada meesha u sabaysa guri ku yeelana waxaan u damaanad qaadayaa عدي أخلاق لي سوى ناكسناته مركز شنو درجات كذا صار مرتا أخلاق هذا وناج لقن كهذا وناج لا لقن كربي كا وناج لا لقن كخلقي كان حاجات حديث بس سجن الشيرة النبي قال له ويدي صلى الله عليه وسلم تلميذي من حبان بصوص صار من حديث أبي هريرة تلميذي من حبان هو الصحيح هنا يعني وحرسول قال له ويدي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة waxa u badan ee dadka jannada galiya wuxuu yahay wuxuu nabi wuxuu sallallahu alayhi wasallam taqwallahi wa husnul khuluq alla ka cabsiga iyo akhlaaq wanaaga baa u badan wax jannada uu galo waxa la weydiiyay an akthar ma yudkhilu an-nas an-nar waxa u badan oo dadka naarta galiya markaas uu nabi wuxuu sallallahu alayhi wasallam al-fam wal farj afka iyo xubinka taranka arab waa waxa u badan ee naar lagu galo xubinka taranka la ilaalinina waa waxa u badan ee naar lagu galo marka maxaa jannada lagu galaayo u badan alla ka cabsiga iyo akhlaaqda wanaagsan inaad calaaqada rabbiga alla leedahay inaad hagaajiso calaaqada khalqiga alla leedahay inaad hagaajiso waxaan kaga baxay ugu gabagabaynayaa
روح أخلاق ده ولا يسني منزلة النبي جهنم كله يهمان التقيامة حديث جابر باتلمامية والنبي صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا يعني قوة أن ينكت على ما ننت قيامة نبوس أهان يقول دوان شهبا وقوة إذن كو أخلاق في عام النبي صلى الله عليه وسلم وحاسو خير يا وناغا وحلوه لا مرك أخلاق دوناس مرك أخلاق دينا إنو وناجنو ودقن كينا إنو وناجنو ووحي إلهي إنا فريق أنفرتونو وحي إلهي إنا قربين أن قربتونو ميزان كان صوت المانينا وكاسو القرآن كي يصنع دي دانا أنو دقن كان لقلنا إن شاء الله وتعالى نولوشينا خاصكا مد عامكا مد قريقينا مد السوق مد محوها بنانكا مد أن دلد تشوقنا مد أن علادنا هاي دمان أخلاق لنا أكدقنا إن شاء الله تعالى مد ونكسن ودين تينا إلهي نوسو تجيحان كيضايني لقمدا كلا يا أخلاق لقمدا كلا ومضاها كلا كسو تشيدان وحي أن شريعاتنا وافق صنين أن اسكفوا بيني أن اسكفوا بيني إن أكون كتسوني شيطان باوتا إبليس باوتا كوا أشقيا وتا وحال الرباء إن كوا فيلم بالهيستا يكو كافتون وحي إلهي أوتش على وحي وقيمة بالنابو كوسو دشيو كسي يادو حقبا هن دايبر ما كوا عيدا وحبه هيسني ورقن كودي أخلاق كودي قوية هي قيم كودي قوية هي وحق عن كسميسة عن كرميسة ما كوا صادو حقبا هن داي ذيكو مسلمة دا وإلهي كو عزي وربي قاك شرفي وكو قيمي وكو دورتي مياد خلقي قشن كيسا ورورسانيسا ودق مكلا أمد ليهين أتصور ورورسانيسا وادو للنموان سيدة أصدراد الإلهي حين حفظيو وخلاق دا ونهكسيني أدقن كونهكسين الله يقول السبوة إنت أنو الله الله يقول حفظيو إلهي التبارك وتعالى هينو قد لهنا هينو قصو صارو أبالك يدن الله ينسيو كلمة دي أخلاق المرأة المسلمة انت ان شاء الله تعالى ربنا وينزه ونقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.